أزمات متلاحقة تعرض لها الإسماعيلي طوال السنوات الماضية أجبرت الفريق على التوقف عن عزف السمسمية التي طالما أطربت جماهير الكرة المصرية. 11 جولة في الدوري المصري وثلاثة مدربين، وما زال الفريق يفشل في تحقيق فوزه الأول في الدوري، ليبدأ الجميع في الحديث عن إمكانية هبوط الدراويش إلى القسم الثاني، وذلك في مشهد لم تعرفه الكرة المصرية سوى مرة واحدة في موسم 1957 و1958. الإسماعيلي القطب الثالث في الكرة المصرية، والذي أخرج العديد من النجوم الذين تلألؤوا في سماء الملاعب على مدار التاريخ، وكان دوماً نداً للقطبين الأهلي والزمالك، أصبح الآن عاجزاً عن تحقيق الفوز في الدوري. عن أسباب فشل الدراويش في الفترة الأخيرة وسر ظهور الفريق بمستوى مغاير عما اعتادته الجماهير، وما الذي يحتاجه الإسماعيلي للعودة إلى إنجازاته مرة أخرى. يحل أحمد فكري الصغير نجم الدراويش السابق ضيفاً على كريم رمزي في رقم 10، فتابعونا.